بكم. بتعرفوا قديش المساحة المزغوعة بأشجار الليمون في منطقة كلكيليا ومتى بنتهي موسم القطف؟ خليكم معنا. أهلا، نحن موجودين اليوم في منطقة جيوس من خلف الجدار في محافظة قلقيلية. اليوم احنا راح نتحدث عن موسم الليمون في محافظة قلقيلية بشكل عام وعن منطقة جيوس بشكل خاص. عندنا في منطقة جيوس هون ما يقارب 600 دونم من الليمون. المحصول اللي بتحصل من 600 دونم هون ما يقارب 250 طن. عندنا ما يقارب 170 طن اللي يتم تصديرهم على الخارج بشكل عام، الأردن بشكل خاص، في كمان منه اللي بيتوجه على السعودية، في منه اللي بيتوجه على الإمارات. هذا القطاع هو قطاع مهم جدا عندنا في المحافظة، إن كانوا بشكل زراعي وإن كانوا بشكل اقتصادي. هلا رح نعمل جولة ونشوف الإشي كمان في الأراضي بطريقة أفضل ونتحدث مع المزارعين. عندي ما يقارب 15 دلم ليمون، وبنعتمد على التصدير الخارج. بلش التصدير تقريبا من 15.3 الى 15.4، ونقيم هنا من الدلم، كل دلم بقيم ما يقارب 6 طن، واحنا اعتمادنا على التصدير الى الخارج.